تحية لكم أعزائي المشاهدين وكل يلي عم بيتابعوا سيدتي نت. مثل ما دايما معودينكم نوصلكم دايما آخر الأخبار المتعلقة بالموضة والجمال. اليوم رح نحكي عن أسبوع الموضة العالمي يلي صار بباريس. شهد أسبوع الموضة بباريس لموسم خريف وشتاء 2014-2015 عروض مميزة للأزياء الراقية يلي حملت توقيع أهم المصممين العالميين. رح نبتدي مع أتوليه فيرساتشي يلي قدمت أول مجموعة لها باليوم الأول فساتين سهرة طويلة مع فتحة أنثوية فيها حيوية ويلي تميزت بألوانها الراقية ما بين الأبيض الأسود الأرجواني والأزرق الملكي. منتابع ومننتقل إلى ديور. أعادتنا مجموعة ديور إلى الحقب الملكي الفرنسية وإلى فساتين الملكات لغوب دكور بلمسة عصرية، ورغم تغيين اللون الأبيض على العرض فقد كسروا ببعض الألوان الفاتحة مثل الأزرق الزهري الأخضر اللوزي واللون الأحمر. منتابع مع أسبوع الموضة بباريس ومننتقل إلى أناقة الستينات يلي تعنونت بعرض المصمم الإيطالي جيان باتيستا فالي. شاهدنا عدد من الفساتين الحلوة كتير بقصات كلاسيكية ناعمة، وختم المصمم عرضه بأربعة فساتين ملكية بألوان صيفية مشرقة. منتابع مع العرض يلي الكتار بينطرو يلي هو عرض شانيل. جمع شانيل ما بين الكلاسيكية والجرأة وطغى عليه اللون الأبيض والذهبي، إضافة إلى تشكيلة رائعة من الفساتين والسترات القصيرة بألوان الخريف والشتاء الدافية مثل لون الرمادي البني الأحمر وأكيد الأسود. منتابع مع المصمم اللبناني العالمي إلي صعب. قدم إلي صعب مجموعة من الفساتين الطويلة مع الأسفل المنتفخ والأطراف المتدلية والمطرزة بخيوط من الحرير. الفساتين أيضا القصيرة الدائرية يلي تميزت بالعرض بالخصر النحيف والأكمام الطويلة فضلا عن فساتين البستيه. منتابع مع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد يلي قدم مجموعة غنية بالتطريزات والألوان والقصات بالخطوط الهندسية يلي ارتسمت بأناقة على أجسام العارضات. غلبت على العرض فساتين السهرات الأنثوية الطاغية والفتحات الجريئة المطرزة بأحجار الشواروفسكي. خلونا هلا ننتقل لنشوف سوا فيديو لعرض مميز للمصمم اللبناني زهير مراد. الأوت كوتور والمعروف عني قد ايه اذا بدك فوت بالتفاصيل، يعني بهالمجموعه كانت اذا بدك سفر بين او اذا بدك زواج بين العالم الكلاسيك والجلامور والجمال والأوت كوتور وبين العصرنه الحديثه وعالم الهندسه المعماريه والاركتكتور مودرن والنيو فيتشيريز وهالاشياء هيدي، فكان في كثير كان في زواج اذا بدك بين الانوثه والجمال والرقي وبين هالعالم لقد مودرن ومستقبلي وعصري وحديث. منختم أسبوع الموضة بباريس مع المصمم توني ورد ومجموعة من الأزياء ذات التطريزات والطل الراقي والأرستقراطية، وكانت أشبه بعصفة من الأفكار والألوان يلي تنوعت ما بين الأزرق الداكن الأخضر والأبيض الأحمر الداكن والأسود إضافة إلى ألوان البلاتين. هذا كان ملخص لأهم العروض يلي صارت بأسبوع الموضة بباريس. دايما تابعوا سيداتي نت لأنه رح تكون دايما صلة الوصل بينكم وبين آخر أخبار الموضة العالمية.